مرحبا. أربع شغلات ما لازم نعملها بعد عملية الرباط الصليبي. أولاً، عدم الالتزام بدعامة الركبة أو الني بريس. زي ما بنعرف دعامة الركبة مهمة جداً في عملية الرباط الصليبي، فهي بتحافظ على ثبات الركبة وكمان بتسرع من عملية التعافي. ثانياً، عدم الالتزام بجلسات العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي من أهم الأشياء اللي لازم نعملها بعد عمليات الرباط الصليبي، بحيث إحنا نتجنب موضوع تيبس الركبة ونتجنب أيضاً موضوع ضعف عضلة الكوادرسيبس أو عضلة الفخذ الرباعية. مهمة جداً عضلة الفخذ الرباعية بعد عملية الرباط الصليبي، ومهم جداً نلتزم بالعلاج الطبيعي بعد عملية الرباط الصليبي. ثالثاً، عدم الالتزام بمواعيد المراجعة لدى الطبيب المعالج. مهم جداً أنا كطبيب عظام بعد ما أعمل عملية الرباط الصليبي أشوف مريضي بفترات منتظمة وأفحص الركبة عشان أتأكد إنه كل إشي ماشي تمام. مثلاً إذا كان في عنده ضعف في العضلات أو عنده تيبس بالركبة أو ما بيقدر يفرد ركبته كاملة، فأنا بتواصل مباشرة مع المعالج الطبيعي عشان نحل هذا الموضوع. وآخر إشي وأهم إشي وخصوصاً في مرضى العلاج الطبيعي، ما لازم ترجع لممارسة أي نشاط رياضي قبل استشارة الطبيب. لازم أنا كطبيب أحدد متى تقدر ترجع تلعب فوتبول أو تمارس أي نشاط رياضي آخر. فرجاءً عدم ممارسة أي نشاط رياضي قبل موافقة الطبيب لتتجنب فشل عملية الرباط الصليبي. شكراً لكم.